عليك. طيب انا فعلا كنت عايزه اجي لحضرتك، يمكن سمعنا ان حضرتك بتجري مفاوضات مع وزاره الداخليه بشان فضل الاشتباك، فوصلت لحضرتك معاهم ليه؟ ابدا، هم بيقول لك هم بيهجموا علينا، والشباب يقول لي لا احنا بنهجمش، احنا بندافع عن نفسنا. فطبعا وصلت الحرس سد وخلاص، اقول ايه احنا يا دكتور؟ عملنا مرتين اتفقنا مع الشباب وقلنا يا جماعه نرجع الميدان، يمكن هي دي الحجه اللي هم بيضربوا فيها ان احنا بنتقدم جوه. انا بعت خالد السيد ورجيت وراح لم الناس، راحوا جايين وراه. رجعنا يا دكتور، لما رجعنا فعلا كل اللي بترجع بيرجع كل اللي بيرجع يروح. الواقعه بقى ما بين 2 ل 5 الصبح او 6 الصبح هي بتبين بالظبط انسحاب كامل من الشباب، لما الداخليه انسحبت وكان الشارع فاضي. ايه اللي رجعهم بقى؟ انا مش عارف. هو ده السؤال المهم، التصعيد متعمد. انا مش عارف يعني، لا زال التصعيد لحد دلوقتي متعمد. يمكن انا دلوقتي اتذكرت تصعيد متعمد سمعتها في الميدان عشرات المرات، لان احنا فعلا مش احنا اللي بنهاجمهم، هم اللي بيتقدموا. كل ما بنرجع لورا بيتقدموا علينا. وبدايه الهجوم كانت من فضل اعتصام بالقوه، فده يمكن ده رد فعل كمان من المتظاهرين. بس انا حابب اقول حاجه، احنا ما بنتقدمش لوزاره الداخليه، ولا حد فينا اصلا هدف وزاره الداخليه في حاجه. احنا عايزين من وزاره الداخليه، احنا عايزين في شوارع كتير معادله في وزاره الداخليه في الشارع محمد محمود تحديدا. اقول لحضرتك على حاجه عايز افكر بيها مصر كلها يعني. يوم الجمعه اللي هي تقريبا كانت 9/9، لما في شباب راحوا وكسروا الشعار بتاع الالتراس، كسروا الجمعه اللي بعديها كان في تظاهر في ميدان التحرير، كويس كده؟ كمركز قومي للجان شعبيه اخذت الشباب ولبسنا يونيفورم واحد وطلعنا على وزاره الداخليه بطلب من وزاره الداخليه. كان لسه ساعتها الطلب ما اتطلبش. رحنا على وزاره الداخليه، وقفنا قدام الوزاره، طلع لنا اللي هو رئيس حرس وزاره الداخليه. ايه يا شباب جايين ليه؟ قلت له والله احنا جايين، انا اللي كلمت معاه ودخلت مكتبه، قلت له والله احنا جايين هنا نحمي المنشاه دي، المبنى ده بتاعنا، السلاح اللي مع حضرتك بتاعنا، العربيه اللي حضرتك راكبها البوكس ده بتاعنا، فاحنا جايين نحمي حاجتنا. لو في شباب من اللي معانا مش فاهمين، احنا هنقف هنا عشان نيجي نفهمه. ايه تردد شويه مش عارف ايه، وبعد كده راح اتصل بالوزير قال له كده. المهم في الاخر قال ايه؟ اعملوا يا شباب اللي انتوا عايزينه. وقفنا اليوم من اوله لاخره بنحمي وزاره ايه؟ الداخليه. حتى لو ضابط طالع واقف بسلاح اقول له بلاش ننرفز الناس يعني، ونهزر معاه. هناك في حرس الوزاره اللي هو العقيد المؤتمر بالله، الراجل كان لذيذ وحلو واقف معانا حلو قوي، مفيش مشاكل خالص. وقال لي خد رقم تليفوني وقال لي كالجان شعبيه لو احتاجناكم في حاجه هنلاقيكوا. قلت له تحت امرك في اي حاجه، طالما حاجه مش هتضر الثوار وهنحمي بيها حاجه في بلدنا، مش لازم وزاره الداخليه، محتاجنا في اي حاجه. احنا عددنا كبير، مركز قومي للجان الشعبيه على مستوى المحافظات عددنا كبير قوي، عدينا 80,000. فقلت له احنا تحت امركم في اي حاجه. المره دي هي الخبر مؤسف يعني، انا هقوله. المنسق العام للمركز القومي للجان الشعبيه كابتن محمد دسوقي امبارح بالليل دخل تقدم شويه ناحيه الداخليه عشان يشيل واحد من المصابين، عشان يشيل واحد من المصابين، وعشان يتكلم مع الداخليه يقول لهم يعني احنا هنرجع الشباب تاني الميدان وانتوا رجعوا زي ما كنتوا. للاسف الشديد ضربوه بالخرطوش، وهو دلوقتي في القصر العيني. ده المنسق عام مركز قومي للجان الشعبيه كابتن محمد السوق. ده لو وديته المستشفى الطلياني، راح المستشفى الطلياني. طبعا في مشكله تانية كبيره قوي قد كده بقى، اللي انتوا مش واخدين بالكم، محدش واخد باله منها خالص. لما واحد فينا بيتضرب بالنار بنحتاس نوديه فين؟ انه بيتاخد من المستشفيات. لو راح المستشفى بيتاخد. ده فعلا مستشفى احمد ماهر، ما بقناش عارفين نعمل ايه. السيده كل اللي بيروح عشان كده قلت لك وديه المستشفى القبطي او المستشفى دكتور. بصراحه الطريق. عمل اتصالات في المستشفى الايطالي ديت، ورحنا وديناه هناك، دخلوه بدون اي سؤال. طيب خليني بس اسال يعني، بيتاخد على فين؟ هل بيتاخد على السجون ولا بيتاخد فين بالظبط؟ احنا مش عارفين بيتاخد على فين، احنا مش شايفوش تاني وخلاص، مش عارفين بقى راح فين. واهاليه برضه ولا بيرجع لنا ولا بيرجع لاهله، طيب راح فين بقى؟ احنا الله اعلم يعني. انا كلمت المستشفى الطلياني عشان كده يمكن في اسئله بدون اسئله، واساله هو مين كمان ولا اسمه بالظبط. حصل كده المستشفى الطلياني ديت، وهو كان داخل اصلا عشان يتكلم ان هو هيرجع الشباب وانتوا رجعوا داخليه ونهدي الموضوع، وعايزين يشيلوا واحد مصاب ما حدش عارف يقرب منه. ومفروض ان هو منسق عام لجان الشعبيه هم عارفينه ان دي شغلته يعني. طيب دكتور ممدوح، يمكن في دعوه النهارده للمليونيه هتبدا الساعه 4، بس خلينا الشباب اجتمع امبارح واخذ هذا القرار. و أنا بقول لحضرتك نحن بصدد الموجة الثانية للثورة، والشباب مصمم على أن يخرج من الميدان بدون تحقيق أهداف الثورة كاملة. طب يا ريت حضرتك تقول لنا المطالب المطلوبة النهارده. الصبحية بقول لك الشعب يريد إسقاط المشير. دي الهتافات بتاعت هتاف الثورة، ده هتاف البلدان بالكامل، مفيش أي مطلب تاني غير إسقاط ده الهتاف العسكري. ماهوش سر يعني. ده من امبارح، من أول امبارح. هو دلوقتي مين بيمثل إدارة شؤون البلاد؟ المجلس العسكري. هل تم اداره شؤون بلاد دي نازله في الحضيض؟ بالعكس، حصل تقويه للثوره المضاده في هذا الاداره، فالاداره بالنسبه للشباب فاشله، يجب ان تتغير. طب ويمكن سمعنا امبارح عن استقاله دكتور
حكومة دكتور عصام شرف. دي مناورات بقى، ما يعني مش عاوز اسمع الكلام ده الله يخليك، خلي الشباب يتكلموا فيها. انا ده الموضوع ده عايز تسمع راينا في موضوع الاستقاله. كم استقاله؟ استقاله سمعت على ألف ليله وليله. والله احنا ما سمعناش ان هي استقاله اصلا، احنا سمعنا ان الدكتور عصام شرف وضع استقاله تحت التصرف في المجلس العسكري. ايه الاستقاله ديت يعني؟ هل المجلس العسكري وافق على الاستقاله ولا لا؟ عماد ابو غازي عمل ايه يا اخوانا؟ عماد ابو الغازي عمل ايه؟ دكتور عماد ابو غازي قفل ومشي. دكتور عماد ابو غازي ده اللي عاوز استقاله. بنحييه، كل شباب التحرير بيحيوه من قلبهم. انا بس يمكن بقول هل استقاله حكومه دكتور عصام شرف هي الحل؟ طبعا لا، طبعا لا، خلاص مش هي دي الحل. طيب خلينا نقول كمان يمكن توقعات حضرتك يا تقصدوا ايه؟ مش هي الحل، وضحوا شويه. احنا نقصد ان المجلس العسكري فشل في اداره شؤون البلاد لمده 9 شهور، ورجعنا لورا بعد ما كان في عهد مبارك 1000 كل اللي خدوا محاكمات عسكريه من المدنيين هم 1000، دلوقتي عدوا 15000 مدني اتحاكم عليهم بالمحاكمات العسكريه. فاحنا رجعنا لورا اكتر من 10 سنين. مش انا قعدت مع الشباب اول امبارح، او يمكن مش اول امبارح او امبارح، حبيت اقول لهم ايه بالظبط عاوزينه المجلس العسكري. طلع في الاخر كلمه صغيره قال لك يعزل سياسيا، ما لهمش دعوه بالسياسه، يرجع لسكناته. فانا بقول لهم حل وسط علشان الممكن يرجعوا، وطلع واحد منهم وليكن اكبر الاعمار سنا او اصغرهم سنا الله اعلم، ياخد مهام رئيس الجمهوريه مؤقت، ويستبدل المجلس العسكري بكامل هيئته بمجلس مدني استشاري. هو ده اللي احنا ممكن نعمله. ورئيس جمهوريه ورئيس وزراء قوي ثوري 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 ثوري، مش شيخ طريقه، ثوري، يشكل وزاره كاملة بحريه كامله يمكن باستثناء الدفاع، وتعطى له الصلاحيات بما في ذلك التشريعيه. لان لما هم مين بيشرع علينا النهارده؟ اللي هو ممدوح شيء ما ينفعش، راجل عسكري. واحنا مش عارفين مين بيشرع برضه يعني، فرقته ما جايه فرقته يا دكتور. احنا وصلنا ان احنا ما بقيناش فاهمين حاجه في اي حاجه. طيب ولا خليني بس بيشرع ولا خليني العب بالدور الثاني، وحسب الناس اللي قاعده على الكنبه واللي لسه مش فاهمه قوي. طب لو المجلس العسكري ما بقاش موجود، ايه البديل؟ ايوه انا بس بقول لحضرتك، انا بنقل بس. انا قلت في المجلس العسكري النهارده 20 ولا 23 بيمثلوا رئيس جمهوريه. لا عاوزين على فكره واحد بس يقوم بمهام رئاسة الجمهورية المؤقتة، ويكون معاه مجلس مدني مش مجلس عسكري. طيب هل في أسماء بالطريقة دي؟ مازال قيادة الدولة العليا مع القاعدة الأعلى للقوات المسلحة، يعني مازال بنحافظ على العمود الفقري لأحد مفاصل الدولة الرئيسية، محدش بيقول أكتر من كده. إنما بقى لازم يكون هناك وزارة قوية. طيب خليني بس أقول المجلس الرئاسي مقترح، هل في اسماء مقترحه؟ انا بقول غير اللي بيقترح. طيب هل في اسماء مقترحه؟ لو تسمح يا فندم اتفضل. انا ما قلتش كده، ما قلتش مجلس رئاسي خالص. طيب انا بقول مجلس استشاري يشتغل مع من يقوم بمهام رئيس الجمهوريه مدني. ممكن يكون وظائف من القضاء، من محكمه النقد العليا، من واحد من اثنين من المجلس الاعلى للجامعات، الازهر، الكنيسه، وظائف. احنا عندنا مرشحين رئاسه في مصر كتير. لا انساهم، دول ما ينفعوش، لان دول عندهم مصالح. كل واحد هيحاول يشتغل عشان ياخد اصوات. شوف اول ما بتدخل في مصالح اصوات ما ينفعوش. ممكن ينفع من السلطه القضائيه، ممكن ينفع من الجامعات، ممكن ينفع من النقابات، من اتحاد الصناعه، مجموعه من الكنيسه. تجيب مجموعه وظائف 7 8 10 يبقوا مجلس، بحيث من قائم بمهام رئيس الجمهوريه ما ياخدش قرار الا بالتشاور معاه. بالظبط. بهذه الحاله حافظنا على الـ 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 العسكريه، حافظنا على القوات المسلحه في ماسكه مفاصل الدوله، بس في واحد مش كل يوم يطلع لنا واحد مجلس عسكري يفتي ويستفز الناس ويناقض كلامه بعدها ويقول كلام ملوش اساس من الصحه. يقول لك شويه ناس بتخرب البلد. اللي هناك دول مش بيخربوا البلد، اللي هناك دول هم اللي هتمكنوا ان يتم تحقيق اهداف الثوره. رضي الجميع ام لم يرضى، والمقاومه هتزود الفطره، انما هنوصل للي احنا عاوزينه، هنوصل لان الشعب عاوز كده. طيب يمكن كل ما بيقاوموا كل ما الفطره بتزيد. طيب يمكن توقعات حضرتك ايه في الفتره اللي جايه؟ تحقيق اهداف الثوره، والميدان مش هيتساب. خلاص انا شفت. طيب العزيمه عند الناس. انا بس يا انا بقول للواحد منهم يا احمد ارجع يا ابني عينيك، انت اولى بعينيك. قال لي في 60 داهيه.
في واحد فقد عين يوم 28 وفي الاحداث دي فقد عين. بطل احمد حراره طبعا. احمد حراره تعرف احمد؟ طبعا صاحبه يعني. بس انا في نقطه يعني كانت في شهاده اللواء منصور العدلي او اللي احنا بنسميه دلوقتي اللواء منصور العدلي لما كان شهد في قضيه يعني. في قضيه قتل المتظاهرين قال ان اطلاق النار لا يتم الا بامر من وزير الداخليه او رئيس الجمهوريه. دلوقتي مين اطلق النار؟ بس لا دي قصه ثانيه بقى. عايزين شهادته دي يحتفظ بيها عشان هنتحاسب على على اللي بيحصل دلوقتي. طبعا يا فندم. طبعا احنا مصر كلها مشتعلة دلوقتي، وفي نفس الوقت لازم كلنا نتوحد ولازم كلنا نسيب المصالح التانية على جنب. يمكن الأحزاب السياسية مش مترحب بيها خالص في الميدان. مش مرفوض أي حد طالب منصب سياسي دلوقتي يدخل الميدان. بالزبط. أي حد يعمل نفسه دعاية انتخابية مرفوض تماما من شباب الثورة. يمكن في بعض التيارات الإسلامية والتيارات والجماعات كمان الإسلامية، يمكن ناس كثيرة جدا كانت مستنية تواجدها في الميدان تكون موجودة مع الثوار ودافع عنهم، بس للاسف مفيش حد موجود. وسمعنا لا محدش عاوز حد يدافع عن حد. لا اسف يعني العكس. يكونوا موجودين معاهم. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه هقول فيها كلجان شعبيه او اللي انا بشوفه يعني. حضرتك عارف البوابات، احنا بنعمل بوابات لجان شعبيه على ميدان التحرير يعني. اي حد بيجي داخل ميدان التحرير هنقول هنسميهم ايه، قوى سياسيه او الرموز او النخبه المعروفه او النخبه كده. اي حد يجي داخل احنا بننبه الميدان رافض دخول اي حد من الرموز يعني. ازاي؟ والله احنا بلغنا، اتفضل حضرتك الميدان بتاع مصر كلها ما منعكش من دخول، بس بننبه. والميدان هو اللي بيقرر هو عايز مين يدخل ومين يطلع ومين يمشي. بس انا بس كنت بقول ان طول عمر الميدان بيستقبل اي حد، ما كانش فيه احنا كلنا مصريين في الاخر. الناس زهقت من اللي بيركبوا على كتافهم. الناس زهقت من الناس اللي بتيجي تركب الموجه والتلفزيونات كلها بتصور. وفي الاخر ما حققوش حاجه، في الاخر ما بيعملوش حاجه. 9 شهور يتفاوضوا مع المجلس العسكري ومع مجلس الشباب. الميدان دلوقتي فيه قوى سياسيه كتير قوي من الشباب اللي هم منضمين لحركات وائتلافات وكذا. روحي دلوقتي ما تعرفيش ده مين ولا فين ولا ده بيعمل ايه، وده كله واقف محمد محمود كده عشان مع الشرطه ما تدخلش الميدان. شويه يناموا شويه يصحوا يخشوا في مكانه. انت تبع ايه؟ انت تبع ائتلاف ايه؟ انت تبع حركه ايه؟ محدش عارف حاجه. ربنا يحميك يا رب. محدش عارف ايش الكلام ده. احنا رجعنا يعني احنا بنعتبر نفسنا حضرتك ال 18 يوم الاولانيين طبعا هم دول النهارده اللي بيروح للميدان الثوره. انا النهارده لما كنت في محمد محمود الصبحيه قبل ما اجي هنا قابلت ناس كتير جدا كلهم مش هيمشوا، يعني حاجه غريبه اصرار. ايوه بيقولوا للدكتور ممدوح طلب يبلغ الرساله دي. طلب شباب اول ما هو دخل محمد محمود اوعى تكون جاي تمشينا هنزعل منك يا دكتور. قال لهم لا ده انا جاي اقعد معاك. دكتور ممدوح حمزه كان موجود النهارده الصبح في محمد محمود ودخل لحد جوه شويه يعني لحد جوه لحد الدخان لحد الدخان لحد الحاجز بتاع الشيشه وسحبوني الشباب. انا انبسطت والله يعني ان الروح عاليه جدا. هي روح ما بقاش في حد مش فاهم يا دكتور. الشباب فاهمه ثوريه وليست بلطجيه. لازم قيادات الدوله يفهموا ان الشعب ده له روح وله امال، وشاف قصاده 10 اشهر من الانهيار مش هيسمح ان الانهيار ده يستمر. وغير كده كمان دماء الشهداء اللي كل يوم بنفقدهم يوم بعد يوم اكيد مش هيروحوا. دكتور ممدوح حمزه بشكر حضرتك على وجودك معانا وبشكر جداً. حضراتكم ربنا معاكم يا رب ان شاء الله ومع كل المصريين طبعا اكيد. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.